فنان سوري تميز بصوته الجبلي وإحساسه الوطني العالي اللي شكل بوصلته باختيار موضوعات أغانيه من انطلاقته الأولى بأغنية حملت عنوان جيشنا السوري لتشكل الأغنية الوطنية بمواضيعها المختلفة بصمة خاصة بمسيرته الغنائية. أكيد سلمى ضيفنا لليوم امتهن الغناء بعد دراسة أكاديمية ودروس متخصصة للعزف على العود والبيانو والغناء. أكيد يسعدنا نرحب بالفنان سومر صالح. يسعد صباحك. يسعد كل صباحكم. عام وانت بألف خير. صباح الخير ينعاد عليكم إن شاء الله. كل عام وسوريا دائما بالخير والنصر والولاء. يسعد صباحك. كل عام وانت بخير. يسعد صباحك سلمى. يسعد صباحك نورة. بداية سومر مثل ما حكينا بالمقدمة أغنية جيشنا السوري كانت هي الانطلاقة. خلينا نحكي عن هاي الفكرة، فكرة هاي الأغنية بالذات وليش اتجهت هذا الاتجاه. الحقيقة أغنية جيشنا السوري هي بسبب الأوضاع اللي عشناها ببلدنا الحبيبة سوريا. هي اللي خلقت شيء أنه أنا أغني وأبلش بأول أغنية كانت لإلي العالم عرفت صوتي منها خلال هي الأغنية جيشنا السوري. جيشنا السوري كانت بصمة أولى، بصمة موجودة بكل الساحات، هي اللي عرفت الناس على صوتي وعلى الموهبة اللي عندي. من زمان بحب الغناء، من زمان عم بتثقف ثقافة الغناء، بس يمكن إجا الوقت بالبطولات اللي أنجزها الجيش العربي السوري والعزيمة اللي عطانا إياها والإصرار اللي عطانا إياه هو اللي عطاني الدافع القوي إني غني أول أغنية تكون مرسال بصوتهم لكل الشعب السوري ولكل العالم. أكيد دائما مستمد قوتنا وأملنا من رجال الجيش العربي السوري، نقول لهم كل عام وهن بألف خير. أكيد. سومر آخر أعمالك بما يخص الأغنية الوطنية رجال الحق، خلينا نحكي عن هي الغنية، شو الرسالة اللي حابب توجهها من خلالها؟ الحقيقة هي رسالة أنا عشت هذا الوضع. طبعا كل التحية والتقدير والتقديس إلى حماة الديار، إلى أفراد وجميع الصفات بالجيش العربي السوري. اليوم نحن عنا كثير ناس كانت بالميدان، كانت بالحرب، كانت عم تدافع عن شرفنا وعرضنا، صار عندهم إصابات، تصاوبوا إصابات ثقيلة، إصابات صار عندهم عجز، في عالم خسروا كثير من جسمهم. أنا أحد الأشخاص بحكي كان رسالة فخر لألي، أخي شقيقي كان من الأبطال الموجودين بأحد المعارك وصار عنده إصابة ببتر القدمين. هذا الشيء أنا أخذته رسالة من أخي على عزيمته الموجودة عنده كجندي بالجيش العربي السوري، إنه هذا الشخص فقد أقدامه التنتين بالحرب ومع هيك ضل مكفي حياته، مع هيك رجع ركب أطراف، مع هيك رجع حياته طبيعية، رجع بهمة وباهتمام الدولة الموجودة عندنا، القيادة الحكيمة، المؤسسة العربية السورية اللي هي حماة الديار اللي عم تتابع إنجازاتهم وبطولاتهم من بعد ما كانوا بالميدان لآخر عمرهم. أخي اليوم بعد ما تصاوب ركب أطراف وهو خسر أقدامه التنتين، برجع بأكد عن نقطة، هي رسالة كتير كبيرة. أنا بفتخر بهذا الشيء، هي رسالة مع هيك مشي بحياته ركب طرفين ومشي ورجع على وما فعل يتسرح ورجع على مهمته ورجع على حياته وبده يكفي الحياة مثل أي حدا عادي. أكيد تحية كبيرة لكل رجال الحق. تحية لأخو حضرتك ولكل جرحى الجيش العربي السوري، جرحى الوطن اللي نحن أكيد ما بننسى قطعة من جسمه راحت لحتى نحن نكون بخير وبأمان. رح نسمع مقطع ونشوف من رجال الحق ونرجع نكمل حديثنا. جال الحق جايين ما بيحنوا الجبين، جال الجيش العربي السوري دايما منصورين. هي 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 هي
الراحة لأيد تخاوي سلاحة هن أسود الساحة إيد تخاوي سلاحة كرمالك يا وطن الغالي بتكابر عجراحة قلوب بتنده الله ما بتقبل تتخلى وقلوب بتنده الله ما بتقبل تتخلى عن أرضه وعن أهله وناسه تفدهم برواحة جال الجيش العربي السوري دايما منصورين جال الحق جايين ما بيخلو لشبيل جال الجيش العربي السوري دايما منصورين جال الحق جايين ما بيخلو لشبيل جال الجيش العربي دايما منصورين وعدوا رجال الدار وأول طلقة نار وعدوا رجال الدار يا سوريا ما بتنطم تيردوا الغدار جراس النصر تعلي صغاريد الكون تملي جراس النصر تعلي صغاريد الكون تملي لرجال ما بتتعب ضلوا بالنصر جايين جاي الجيش العربي السوري سومر يمكن كتير من الفنانين تأثرت فيهم على رأسهم الفنان الكبير وديع الصافي وفهد بلان قديش بتحس فعليا اليوم هالأسماء الكبيرة أثرت فيكم كفنانين يعني دائما بنشوف فنان الشاب ببلش رحلته الغنائية أو مسيرته الغنائية أو الفنية لبعض الفنانين الكبار هلا الحقيقة أنت اليوم عم تحكي كيف لما الشخص ببلش حياته الدراسية بده يفوت على المدرسة ليتعلم انت اليوم عم تذكري اشخاص هنو قامات فنيه كبيره صحيح. هنو مدرسه لنرجع عليها مثل احنا ما بنفوت نتعلم الكتابه والقراءه هون هن عم يعلمونا مدرسه كبيره بحر عميق من الفن والابداعات والغناء اليوم انا اول ما تربيت انا ابن الجبل سمعت هاي الاغاني سمعت وديع الصافي سمعت فهد بلان انا كثير كنت متاثر فيه وحتى اذا بتلاحظوا جيشنا السوري انا غنيت بلهجه فهد بلان بلهجه الرجوله بلهجة هي اللهجة اللي عملها بصمة هي للوطن العربي كله احنا اكيد اذا انت بتفوتي على المدرسة بتتعلمي صح بتكوني شاطرة ومتميزة بدراستك اكيد رح تنجحي بقى انا كنت عم باخذ القدوة واتعلم منهم مشان هيك ضليت ماشي بهذا المسير ولحد الان انا بسيارتي وين ما بروح وين ما بيجي بضل برجع للقديم دائما برجع لقديمه وبرجع لاغانيه وللمواويل حتى حافظ كمان يعني الفنان بيقولوا كمان السمع كثير بهمه بينتقي شو بيسمع لانه بتاثر فيه بشكل عام وبالذائقه طبيعته هلا اكيد ما رح نمرق اللقاء من دون ما نسمع جيشنا السوري يلا اكيد حامل حماه أرض وسماء عز الوطن يا جيشنا السوري حامل حماه أرض وسماء عز الوطن يا جيشنا السوري شوخ النصر فوق الجبال صيحة نصر أنت البطل شوخ النصر فوق الجبال صيحة نصر أنت البطل رمزك وعد هو الأمل يا جيشنا السوري رمزك وعد هو الأمل يا جيشنا السوري وخطوة رعد تهدى الصخر يا جيش سوريا يوم الوعد مثل القدر الأعداء تفنيا الخطوة رعد تهدى الصخر يا جيش سوريا
يوم الوعد مثل الكدر الأعداء تفنية بلون الورد دمك رواء تراب الجرد كانت دواء لون الورد دمك رواء تراب الجرد كانت دواء وزنة أسد كلك سوا يا جيشنا السوري وزنة أسد كلك سوا يا جيشنا السوري جيوش الغدر وتزلزلت ما قدرت علينا فينا الرجول تكللت من فيه يحنينا جيوش الغدر وتزلزلت ما قدرت علينا فينا الرجول تكللت من فيه يحنينا فينا الشرف كله بتمال لون القمر فينا اكتحال فينا الشرف كله بتمال لون الشرف فينا اكتحال من هون كوننا الجمل يا جيشنا السوري من هون كوننا الجمل يا جيشنا السوري حمل حما أرض وسماء عز الوطن يا جيشنا السوري شكرا يا مايسترو يسلم هتم وشكرا لك يا مايسترو خلينا نحكي معك سومر عن الغناء الجبلي اليوم عم نشوف كتير من الشباب عم يتوجهوا لهيدا الغناء وهو تراث بتمتاز في سوريا قديش مهم نحافظ على هيدا التراث والله ليك أهم شيء الواحد يضل محافظ على تراثه وأهم شيء يضل محافظ على على الخامات الكبيرة اللي احنا تربينا عليها برجع بقلك اليوم نحن بسوريا تربينا على الأصوات الجبلية لما نقول صوت الجبلي منقول المرحوم فؤاد فقر وفؤاد غازي منقول المرحوم العملاق فهد بلان يعني عندنا هاي الأسماء الكبيرة ونحن اليوم كتير متميزين السوريين الفنانين لهم كل الشكر لما عم يطلعوا على الوطن العربي كله عم يتميزوا بهذا اللون بهذا التميز الموجود بصوتهم الخامة السورية الموجودة عندنا هي بصمة لأن نحن وين ما رحنا ما بتتغير رح تضل ماشي من جيلهم لجيلنا لجيل القادم وما بعد كمان أكيد يعني سمر كمان المواويل من من النمط اللي كمان بيميز أكيد. الغناء السوري وانت يعني الموال عندك هيك له أكيد. الخصوصية خاصة فينا نسمع موال بصوتك يلا يلا نقول لهم بيات منات يا والقبل ما نبتدي بأوفو عتابة سوريا سوريا لسه ما رفعنا عتابة قبل قبل ما نبتدي بأوفو عتابة يا والسوريا سوريا لسه ما رفعنا عتابة ولو سوريا عاتبت يا مصعب ألا سوريا عاتبت يا مصعب يا والعتايا هايبة عتايا هايبة هلا بتل أبي بتدق الحراب سوري ولسه ما عليت سوريا أنا سوري ولسه ما عليت سوري يا والسوري ويا نفس على الخوان أنا سوري
ولو بعدكم بتسألوني يا والحاجي تسألوني كني سوري أنا سوري وجيشي سوريا العراق. آه يا أبو شاهين آه. هتم يا سومر، حضرتك يعني تميزت بالأغنية الوطنية، إلى جانب الأغنية الوطنية شو هو اللون اللي بتحب تغنيه بالمستقبل؟ هلأ أنا انعرفت عند الناس وين ما روح كان بصمتي جواز إنه سفر صحيح إنه سومر مطرب الجيش، سومر بغني ليش. هلأ أنا بفتخر كثير حلو كفنان سوري بلش موهبته يعمل ألبوم يكون فيه أغاني وطنية. أنا عملت ألبوم بعنوان رسالة وطن، كان في أعمال بتكرس كل المناسبات الوطنية عنا، بتناسب الشهيد، بتناسب سوريا، القائد، الجيش. بالإضافة لهي البصمة اللي أنا حبيتها، كل واحد قاب كل عيد جيش أنا عندي عمل مميز بتقدم بمناسبة عيد الجيش. بهذا اليوم المقدس أنا إلي عمل بيحكي عن إنجازات وعن الأبطال وعن الانتصارات اللي عم يحققها جيشنا، انتصار تلو الآخر. اليوم كتير حلو أن أنا بلشت بهذا اللقب. أنا غنيت شيء تاني، غنيت اللون الكلاسيك، غنيت اللون الخاص فيني، اللون الشعبي الكلاسيكي اللي بيشبه صوتي اللي أنا عم بعطي بسمة فيه. بس كان الدور الكبير والأكثر أني أنا أكون موجود مع الفعاليات الكبيرة اللي عم تصير، الاحتفالات اللي عم تصير هلأ، كل العالم تيجي تفرج شو عم يصير عنا بسوريا. أنا 16 الشهر كنت بمهرجان دريكيش، كان مهرجان على مد عينك والنظر، كنت قبل مهرجان بلودان، هلأ عنا معرض دمشق الدولي، عم نرجع على المهرجانات، عم نرجع على الحفلات. كرست هذا الوقت وهذا الصوت لهذا المهرجانات. طبعا عندي أعمال خاصة. رسالة جميلة كفنان حابب توجهها يمكن وتأديها، قديش اليوم مهم فعلا الفنان يكون صاحب رسالة. يعني أكيد. حضرتك فنان ملتزم، عندك أغنية وطنية ومستمر، يعني متواجد بجميع المناسبات الوطنية وضمن ظروف صعبة عاشتها البلاد، قديش مهم فعلا الفنان يكون من خلال فنه في رسالة إلى هدف كتير نبيل. صدقيني نحن، انا مره قلت باحد اللقاءات قلت له نحن معروفين، نحن وطن الابطال. اي شيء عنا في بطوله، نحن تربينا بمدارس، عشنا ببيئه بنحب بعضنا، متالفين مع بعضنا، عنا رجوله اخذناها من هالقياده، من هالناس اللي عم تعلمنا، اللي عم تثقفنا. اليوم نحن كثير حلو كشباب وشابات، اليوم نحن عم نرفع علمنا بكل المحيط السوري، اللي حاولوا عملوا اجت كل الدول علينا لحتى يغبروا عليه، ما قدروا يغبروا لانه شبابها وشاباتها هن موجودين وماشيين بالرساله الكبيره. اليوم انا عندي اللون الثاني غنيته، عندي اللون الغير شعبي، عندي اغاني الخاصه ان شاء الله هلا قريبا كثير حتكون موجوده. بس برجع بقول لك كان الوقت الاهم لهو لأقدام الجيش العربي السوري. تماماً. يعني سومر خلال هذا الوقت كمان شفنا على عبر الشاشات كتير فنانين طلعوا، فينا نقول ما علموا أو ما تركوا بصمة كبيرة، لحقوا خلينا نقول انتشار السريع وسائل التواصل الاجتماعي. أنت حبيت أو ضليت مع الحاضنة الشعبية إذا فينا نقول الناس بسوريا، هل سومر هلأ صار على استعداد يتجه للخارج أكثر ولا أنت مصر لسه يضل اسمك بالبداية عميل مع سوريا بسوريا؟ أكيد هذا الشيء. لا أكيد أنا هذا الشيء كتير أنا كنت عم يعانوا معي منه، إنه عم يجيني حفلات إني أطلع الحمد لله رب العالمين. أنا ما بدي إجي أقعد زاود عليكم، بس الحمد لله رب العالمين. أنا قلت لهم أنا حدا بدي أعرف ببلدي بعدين أعرف برا. يعني اليوم عملوا تعال طب عمول حفلة ورجع، لا 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 أنا ببلدي بكفي. إذا بمشي بالطريق الولد الصغير بيطلع علي بغني أغنيتي هذا فخر لي. أنا بهمني وطني، بهمني الداخل اللي أنا عشت فيه، البيئة اللي أنا ربيت فيها اللي هي سوريا. إن شاء الله لقدام أكيد أنا أكيد رح أطلع ورح أنتشر. اليوم أنا بهمني كتير هاي البصمة اللي عم حطها، اللي أنا عم بمشي بالطريق عم بحط ابتسامي على وجه ابن 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 عظيم، ابن شهيد. لما بيقول لي عمو أنا كثير بنبسط لما بشوفك لابس البدلة وعم تغني للجيش، بتذكر البابا. معناتها هي البصمة اللي احنا موجودة، هي البصمة عم تودي رسالة. واليوم كمان نجاح أي أغنية إلى مقومات، مقومات الأغنية دائما إلى اللحن والكلمة. اليوم الأستاذ فادي شاهين كان له دوره باللحن، أنا دوري بالغناء، في دور الشاعر بالكلام. يعني كلياتنا نحن باقة متكاملة لحتى نقدم بعضنا بدنا نكون باقة متكاملة. أنا اليوم موجود معكم عم غني هاي الأغنية، كان معي كادر كتير كبير نجحني. اليوم دائما أنا في إلي أرضية
والأرضية هي اللي وصلتني لهون، لحالي ما سقفت لولا هذا الحضور، لولا أنتم متابعتكم كمان القنوات اليوم السورية، الأخبار السورية كانت عم تواكب الحدث مكان تلو الآخر، كمان كان في اهتمام بالفنانين، اهتمام بالثقافة، الاهتمام الموجود عندكم كثير. أنا إلى محبة الأخبار السورية، هي فعلا عم تحكي عن سوريا عن جد. أكيد 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 أنا بفتخر إنه نحن شاشة وطن، أكيد أكيد، وهي شاشة الوطن عم بتتابع، دليل إنه عم تتابعني وعم تتابع الثقافة والفن وكل الفخور اللي احنا تعلمنا فيه وعشنا فيه هون بسوريا. بالختام شو بتحب تغني للمشاهدين وتودعهم بغنية حابب توجهن إياها؟ بدي غنيلهم أغنية أنا كثير بحبها للراحل العملاق فهد بلا. هلا يا طير ونشاد ونشاد رحيلك يا طير ونشاد رحيلك، بالله سلم لي عليهم، بالله جيب لي مرسال يا طير قل لهم أنا مشتاق ايما تيجي الملكة يا طير يا طير. نشيدك بالله بالله لو شفتي محبوبي مشتاق له والعليم الله مشتاق له والهوى جنوبي يا طيري ونشيدك بالله بالله لو شفتي محبوبي مشتاق له العليم الله مشتاق له الهوى جنوبي لا 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 يا طير شد السفر يا طير دور عليه كل غالي قول الله ما بدلوا بالغير بعد الجرائم من خلاني يا طير شد السفر يا طير دور عليه كل غالي قول الله من خلاني مشتاق له العليم الله مشتاق له والهوى جنوبي مشتاق له العليم الله مشتاق له والهوى جنوبي. سلمها صوت. الله يسلمكم يا صوت رب. اجمل تحيه منك اليوم يسلمكم. اكيد كمان للفنان الراحل اكيد فنان. هذا عشقي وهذا مدرسه كبيره نحن كسوريين مفتخر فيها. كل الشكر قناه الاخباريه السوريه دائما قلت لك بتواكبنا وين ما رحنا وبتتابعنا باي اعمال بنقدمها. شكرا لكم، شكرا لاستضافه الحلوه، ان شاء الله كل عام وانتم بخير. كل عام وجيشنا وقائدنا وكل سوري شريف بهذا البلد بألف صحة وسلامة. كل الشكر إلى الأخ والصديق المايسترو فادي شاهين اللي لبى الدعوة اليوم وكان موجود معنا بالشام. شكرا لك الفنان سمر صالح على وجودك معنا. بتمنى لك التوفيق جميع خطواتك الفنية القادمة. نتشكر المايسترو على حضوره وشكرا كثير لكم، ومرة تانية كل عام وانتم بألف كل عام وانتم بخير. وكثير كنت سعيد باللقاء معكم اليوم. كنا سعيدين أكيد بوجودك، نتمنى لكم كل الخير يا رب. شكرا كثير لكم. شكرا. نور لهون.